نحن ما في شغل حاليا بهالاوضاع اللي نحن فيها، كنا نشتغل وعلى الاوضاع هيدي ما عاد في شغل يعني هلا يعني. Il Cash for Work è una particolare modalità di sostegno alla popolazione implementata da AFSI in tutto il Libano grazie al finanziamento dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il duplice obiettivo è quello di offrire un impiego temporaneo ad un gruppo di persone ritenute vulnerabili e allo stesso tempo migliorare l'accesso ai servizi pubblici. عبر البلدية وعبر الشباب الإخوان يعني خبرونا إنه في مشروع كذا، في مشروع إنه جاي جمعية وإذا بتحبوا تشتغلوا. على هيدا اللي بنشتغله هون عم نشوف الحديقة وإنه على الأشجار اللي وقعاني وشوف في يعني أضرار بالحديقة عم نجرب نعالجهم يعني. كل شيء بيخص النظافة عم نشتغل فيه. Un sostegno concreto per le famiglie vittime della crisi siriana e della crisi economica che si trasforma in un beneficio per tutta la comunità. No, اكيد نحن بنتشكركم يعني انه كثير المشروع منيح يعني بهالوضع اللي نحن فيه يعني كثير كثير منيح المشروع يعني. انه بالاخص يعني كله غلا وما في اي معاشات يعني ما في اي مردود يعني نحن بنتشكر الجمعيه اللي عملت هذا المشروع بالاخص. مرحبا ايطاليا. مرحبا ايطاليا. ثانك يو ايطاليا. ثانك يو. هيك بيقولوا ايه.